ودابا الله اللي تيشوف، الله اللي تيشوف، انا ما عندي لا حنين لا رحيم لا والو. ربي هو اللي والديني، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجزيكم بخير. ما عنديش ما عندي لا صحه لا حتى شي حاجه، الله يرحم لكم الوالدين. مشيتيش للطبيب ادريس؟ واه خويا مشيت للطبيب، ما عنديش، شكون هادي قابلني؟ شكون؟ وانا مهمتي مرا كبيره، انا مقابله. الناس اللي كيعرفوك قال لك بانه سمح في كل شيء، لا عنده لا ولاد لا والو، على قبل مهمتي اخويا، على قبل مهمتي. 90 عام وانا خفت نسبق انا في الموت، ومهمتي غادي تبقى مبدا لي انا اللي عز مهمتي، انا اللي تنقابلها، انا اللي نطيب لها انا كل شيء. لا اخويا حدا الباب وانا هنا نهار كامل، نهار كامل قلعت لي صحتي اخويا، والحمد لله، اللهم لك الحمد كي الله. الو ربي كبير، اللهم لك الحمد. معنا مول الجلابه غيدخل عليك الفرحه ان شاء الله. الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. غادي يساعدك في التطبيب ان شاء الله. الله يرحم لكم الوالدين اخويا، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير اخويا، الله يكثر خيركم. ما عمر شي واحد دار معايا هذا الجميل، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعل ربي يعطيكم ما نويتوا بخاطركم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى، حلقة أخرى مع مول الجلابة اللي مع الفقارة. معنا القصة ديال دريس، دريس مرضي الوالدين، دريس عنده الأم ديالو حادة، عندها أكثر من 90 سنة، ضحى بالغالي والنفيس بالحياة كلها من أجل الأم ديالو، ما عندوش الوليدات. في لحظة من اللحظات كيتصاب بمرض، دريس تيقول لنا أن الأمنية ديالي هو انني نشرف على امي مدى الحياه، نسمح في كل شيء على قبل امي. تبعوا معايا. السلام عليكم. السلام سيدي رحمه الله. كي داير سي دريس؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. دريس، المعلومات اللي عندنا انك كتجلس حدا الدار مده طويله سنين، هذه ملي مرضتي كاين انت والام ديالك، الام ديالك حدا عندها 90 سنه، ملي مرضتي ما قدرتيش تواكب، كيفاش؟ خويا انا ديك الساعه بصحيحتي كنت خدام على مهمتي، وداك الشيء دابا راه قلعت لي الصحه، ودابا الله اللي تيشوف، الله اللي تيشوف، انا راه ما عندي لا حنين لا رحيم لا والو. ربي هو اللي والديني، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجزيكم بخير. ما عنديش ما عندي لا صحه لا حتى شي حاجه، الله يرحم لكم الوالدين. مشيتيش للطبيب ادريس؟ واه خويا مشيت للطبيب، ما عنديش، شكون هادي قابلني؟ شكون؟ وانا مهمتي مرا كبيره، انا مقابله. مشيت للطبيب، شكون هذا؟ ما كاينش حتى شي واحد اللي غادي يديرك، حتى شي واحد، حتى شي واحد، الا الله سبحانه وتعالى. إلا الله. الناس اللي كيعرفوك قال لك بانه سمح في كل شيء، لا عنده لا ولاد لا والو، على قبل مهمتي اخويا، على قبل مهمتي، انا مقابله، على قبل مهمتي، عندها 90 عام وانا خفت نسبق انا في الموت، ومهمتي غادي تبقى مبدا لي انا اللي عز مهمتي، انا اللي تنقابلها، انا اللي نطيب لها انا كل شيء. ولا اله الا الله محمد رسول الله. نهار كامل هنا حدا الباب. نهار كامل اخويا حدا الباب وانا هنا، نهار كامل، نهار كامل قلعت لي صحتي اخويا، والحمد لله، اللهم لك الحمد كي الله سبحانه وتعالى. ربي كبير، اللهم لك الحمد. معنا مول الجلابه غيدخل عليك الفرحه ان شاء الله. الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. غادي يساعدك في التطبيب ان شاء الله. الله يرحم لكم الوالدين اخويا، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير اخويا، الله يكثر خيركم. ما عمر شي واحد دار معايا هذا الجميل، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعل ربي يعطيكم ما نويتوا بخاطركم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. الله يسهل عليك يا ربي. يا ربي مره مره غنجيو نشوف. الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. بارك الله فيكم. الله يسهل عليك يا ربي، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، حلقة أخرى إن شاء الله، تبعوا معايا.